بعد موت ريتشارد بير سنة 1978، قرأت ابنته مذكرات فتصدم بالكلام الذي وجد داخل هذه المذكرات، فتقرر نشر هذه المذكرات ومشاركتها مع عموم الشعب الأمريكي، فيحقق هذا الكتاب مبيعات ضخمة، وبالأخص يثير الجدل بين أفراد الشعب الأمريكي وبالأخص الأوساط العلمية الأمريكية. السؤال الذي يطرح هنا، ما الشيء الغريب الذي وجد في داخل هذه المذكرات ليحظى بهذا القدر الكبير من الاهتمام الإعلامي وهذا القدر الكبير من الجدل؟ السلام عليكم عائلة أمة واحدة، كيف حالكم؟ آمل أن تكونوا بخير. ولد ريتشارد بير سنة 1870، والتحق في شبابه بالقوات الجوية الأمريكية التي كانت فرع مستحدث في ذلك الوقت، لأن القوات الجوية كانت لتوها قد ظهرت في الحرب العالمية الأولى. وقد عرف عنه شغفه بالطيران وحبه للاستكشاف، بالأخص استكشاف الأراضي القطبية أو أراضي ما وراء الجليد. تقاعد سنة 1919 من الخدمة في القوات الجوية الأمريكية، لكن إثر اندلاع الحرب العالمية الثانية تم استدعائه مرة ثانية للمشاركة والقتال رفقة قوات الحلفاء والقوات، بالأخص كما قلنا أن اختصاصه طيران القوات الجوية للحلفاء. بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وخصوصا سيطرة أمريكا على العالم، بدأت أمريكا في مشروعها لاستكشاف أراضي القطب الجنوبي، بالخصوص بعد إثارة إشاعات أن هتلر ومعه مليون من الشعب الألماني قد هربوا إلى أراضي ما وراء القطب الجنوبي. فأسست أمريكا وكالة ناسا. أغلبكم يعتقد بأن ناسا هدفها الأساسي هو اكتشاف الفضاء، لكن دعني أصدمك عزيزي المشاهد وأقول لك بأن ناسا في الأصل كان الهدف منها إرسال أقمار صناعية إلى الفضاء، ليس لاستكشاف الفضاء نفسه بل لاستكشاف أراضي ما وراء القطب، استكشاف القطب الجنوبي بالأخص، أي أنهم كانوا يعتقدون بأن هنالك أراضي ما وراء القطب الجنوبي لم يتم استكشافها، وأن الألمان وخصوصا النازيين هم فقط من عرفوا بهذه الأراضي، وعندما خسروا الحرب هربوا إليها. ما دعم هذه النظرية هو إرسال أمريكا لأسطول ضخم من حاملات طائرات ومع آلاف الطائرات إلى الأراضي القطبية الجنوبية، وأن هذا الأسطول قد دمر بالكامل، والجنود القلة الذين نجوا قالوا بأنهم قد لاحظوا أطباق تخرج من المحيط وتهاجمهم وتدمرهم ثم تعود مرة ثانية إلى داخل المحيط، وأن هذه الأطباق قد رسم عليها الصليب المعطوف رمز النازي. كان ريتشارد من كبار القادة الأمريكيين بالخصوص الذين تولوا مهمة استكشاف أراضي ما وراء القطب الجنوبي. على الأرجح الآن أغلبكم يريد أن يعرف ماذا كتب في هذه المذكرة، سأخبركم. يقول ريتشارد بير في مذكراته: سنة 1947 أقلعت بطائرة 7 صباحا متجها نحو الأراضي القطبية الجنوبية لاستكشافها. أثناء طيراني واجهت عاصفة، شعرت بأني شيء يشبه العاصفة، شعرت كأني أفقد السيطرة على الطائرة شيئا فشيئا، إلى أن فقدت السيطرة عليها كليا. ثم بعدها بضع دقائق انطفأت أجهزة الطائرة، ثم أصبحت الطائرة تطير بسرعة خارقة وسريعة جدا، وأنا لا أفعل شيء، المحركات قد انطفأت، وكأن هناك قوة غريبة تحرك هذه الطائرة، وظلت الطائرة تطير بهذه السرعة الجنونية. والشيء الوحيد الذي لاحظته أني دخلت في شيء كالثقب، كالإعصار، كالثقب، كشيء لا يستطيع وصفه كما قال في الكتاب. يقول ريتشارد: بعد أن انقشعت العاصفة أو الشيء الذي يشبه العاصفة، نزلت طائرته بدون أي تحكم منه، نزلت لوحدها ودهش لهول المشهد الذي رأى. الرجل كان يحلق فوق أراضي جليدية، وجد نفسه في أراضي خصبة فيها أشجار وحيوانات وأنهار، والأدهى والأمر من ذلك أنه وجد نفسه مع بشر آخرين استقبلوه كما وصفهم بشر طوال القامة، شقر، عيونهم زرقاء، شديدو بياض البشرة. يقول ريتشارد: لقد تم استقبالي بحفاوة وأخذوني إلى كبيرهم وقال لي كبيرهم بأننا موجودون،
وأن حكوماتكم تريد أن تخفينا عنكم ولا تريد أن تخبركم بالحقيقة. وقال له: لقد سمحنا لك بالدخول إلى عالمنا فقط لأنك إنسان طيب، نعرف بأنك إنسان طيب لا تسعى للشر. وقالوا له: نتمنى منك أن تخبر أناس عالمك بأننا موجودون بالفعل. قالوا أيضا في مذكراته أنه لم يكن ليصدق نفسه، وأنه لكان قد نعت نفسه بالجنون لولا أنه شاهد ذلك الأمر الغريب بهم عليه. ثم يقول: سمحوا لي بالذهاب، وركبت الطائرة، وعادت الطائرة تسير مرة أخرى بمفردها بسرعة خارقة، واجتازت ذلك الثقب الدودي حسب وصف الحال لهذه الظاهرة. ويقول: بعدها عدت للتحكم في طائرة من جديد، وعادت أجهزتها للعمل وكل شيء تمام إلى أن عدت إلى القاعدة. وأضاف ريتشارد أيضا أنه عندما وصل إلى القاعدة حضر محققون من الجيش الأمريكي وحققوا معه وأخبروه بضرورة التزامه الصمت وعدم ذكره لهذه الحادثة مرة أخرى، وأنه أمر عسكري ولا يجب لأحد غير العسكريين الأمريكيين معرفة بهذا الأمر. واكتفى مرة في لقاء صحفي بقول هذا الكلام. Admiral Byrd, he actually did four expeditions. And most of them were military expeditions with huge military groups, thousands of people, planes, boats, the works. And yes, he confirms in an interview that he discovered a land, a continent as big as the continental United States out there. That was with warm water lakes and mountains and everything. That was completely uninhabited. And he said, and he described it as the other side of the South Pole to Middle America. So on the globe, that means it would be somewhere in the Indian Ocean. There's a huge continent that nobody knows about. Our very distinguished guest for this evening is Admiral Richard E. Byrd. Is there any unexplored land left on this earth that might appeal to adventurous young Americans? Yes, there is. And not up around the North Pole, because it's getting crowded up there now, because they find out it's really usable, not only to live in, but militarily. But strangely enough, there's left in the world today an area as big as the United States that's never been seen by a human being. And that's beyond the pole on the other side of the South Pole from Middle America. An area as big as the United States that's never been seen by a human being. And that's beyond the pole on the other side of the South Pole from Middle America. And that's beyond the pole on the other side of the South Pole from Middle America. On the other side of the South Pole from Middle America. From Middle America. From Middle America. And it's, I think it's quite astonishing that there should be an area as big as that. كان من ضمن النظريات التي تحاول تفسير هذه الظاهرة نظرية الأكوان المتعددة أو الأكوان المتوازية التي ابتكرها العالم الألماني هيو إيفر سنة 1954. وتقول هذه النظرية بكل بساطة أنه يوجد آلاف إن لم يكن مئات الآلاف من الكواكب الموازية لكوكب الأرض، أو الكواكب الشبيهة بكوكب الأرض، أو بالأحرى نسخ من كوكب الأرض، أي أنك أنت يوجد منك مئات الآلاف من النسخ. إن كنت أنت في هذا العالم ناجحا، يكون هنالك نسخة في عالم آخر فاشلة، ولا العكس صحيح، ويوجد منك آلاف إن لم نقل مئات الآلاف من النسخ. وهذا حسب رأيه ما يفسر ظاهرة أنك ذات مرة تذهب إلى مكان وتعتقد بأنك قد ذهبت إليه مسبقا، أو أنك ترى مشهدا في حياتك تظن بأنك قد رأيته سابقا. وذلك حسب رأيه بطبيعة الحال هو أن نسخ من عوالم أخرى مماثلة لعالمنا قد حصل لها هذا الموقف أو ذهبت إلى هذا المكان، أو أن تكون جالسا ذات مرة وتشعر بضيق النفس أو بالحزن. ذلك حسب رأيه بأن نسختك في عالم آخر قد كانت تشعر بالحزن وانعكس شعورها عليك، لأنكم مرتبطون بطريقة عجيبة وغريبة حسب كلامهم لا يمكن فكه. لا تستغرب عزيزي المشاهد ولا تشعر بالحياة، سأعطيك مثالا بسيطا يبسط لك هذه النظرية ويجعلك تفهمها بكل بساطة. لنتخيل عزيزي المشاهد أنك تسير في الطريق، هناك عدة احتمالات تحدث لك وأنت تسير في هذا الطريق.
من هذه الاحتمالات العديدة التي قد تحدث، ربما قد تصدمك سيارة عزيز المشاهد، وأنا لا أتمنى لك ذلك. أتمنى لك العافية والصحة الدائمة، لأنك إن كنت أنت عزيز المشاهد أجدر من يشاهد فيديوهاتي، أو أن تتعثر، أو أن تصل إلى هدفك، أو أن يعترضك أحد أصدقائك وتظل تتحدث أنت معه. هناك عديد الاحتمالات، كل احتمال قد يخطر في ذهنك، قد يقع لك أثناء سيرك في الطريق. هناك عالم آخر موازي بالفعل قد حدث فيه هذا الاحتمال، أي مثلا اندلاع الحرب العالمية الثانية والأولى، ربما في أكوان أخرى يوجد أكوان لم تندلع فيها هذه الحرب، ويوجد كون آخر اندلعت فيه هذه الحرب لكن مع دول مختلفة. وكما نقول هناك حيوانات منقرضة، يوجد كوكب بالفعل لا توجد حسب هذه النظرية بطبيعة الحال، لا توجد فيه هذه الحيوانات قد انقرضت بالفعل، ويوجد كون آخر قد هذه الحيوانات قد تكون ما زالت على قيد الحياة، ويوجد كون آخر قد نكون فيه نحن منقرضة، ويوجد كون آخر قد نكون فيه نحن نعيش مع حيوانات منقرضة، ويوجد كون آخر قد نكون فيه نحن في حرب مع حيوانات منقرضة أو حيوانات خطيرة. إلى ما ذلك عزيزي المشاهد؟ هذه ببساطة هذه النظرية، وإن لم تفهمها أعد المثال مرة أخرى لربما تفهم. قد تبدو لك عزيزي المشاهد هذه النظرية مجرد تفاهات وغير منطقية ومجرد ترهات ولا يوجد شيء يدعم، لكن دعني أصدمك مرة ثانية عندما أقول لك أن 50% من علماء الفيزياء يدعمون هذه النظرية، وبمن فيهم ستيفن هوكينغ، ويقولون أن خير دليل على صحة هذه النظرية هي نظرية ميكانيكا الكم كوانتوم ميكانيكا، التي تقول أن الشيء أو المادة توجد في جميع الحالات في هذا الكون. وبكل بساطة تقول نظرية ميكانيكا الكم أنك إن نظرت مثلا إلى شجرة، قد تكون هذه الشجرة لا تكون شجرة إلا إن نظرت إليها، إن أزحت عنها نظرك لا تدري ماذا قد تكون، قد تكون أي شيء آخر، لكن لا تصبح شجرة إلا إن نظرت أنت إلى إليها. ومن المفارقات حول نظرية ميكانيكا الكم هي في سنة 1906 فاز العالم جوزيف توماس بجائزة نوبل بعد أن أثبت أن الإلكترون في الذرة هو عبارة عن جسم، وبعدها ب 29 عام فاز ابنه بنفس الجائزة جائزة نوبل بعد أن أثبت أن ما قاله أبيه خطأ، وأن الإلكترون بالذرة هو عبارة عن موجة، وهذه أحد الطرائف في علم الفيزياء. وبكل بساطة حسب رأيي ما يفسر هذه المفارقة هذه البارادوكس هو ميكانيكا الكم، أي أن ربما قد عندما نظر إليها العالم جوزيف توماس قد كانت بالفعل جسم في تلك الذرة، ولكن بعدها ما تطورت الآلات وتم النظر إليه بواسطة الكاميرات وجدت على أنها موجة. هذه من أحد الطرائف والمفارقات الكثيرة في علوم الفيزياء. في المقابل 13% من العلماء علماء الفيزياء يدحضون هذه النظرية بشدة، ببساطة لأنهم يقولون لك في ثانية واحدة قد يوجد الآلاف من الاحتمالات، يعني أن الكون يتوسع بشكل لا نهائي، في كل ثانية يولد آلاف بل ربما مئات الآلاف من الاحتمالات المغايرة، فما بالك بسنة قد يتضاعف هذا العالم إلى مليارات المرات. حسب رأيي هذا شيء غير منطقي وغير معقول، وإن كنت تسأل عن النسبة الباقية هم ببساطة لم يدلوا بآرائهم حول هذا الموضوع. وهناك رأي مخالف آخر يقول بأن الظاهرة التي حدثت لريتشارد هي ببساطة هم الألمان النازيون، هم هربوا إلى أراضي ما وراء القطب وهم استوطنوه، بخصوص وجود بعض الملفات السرية والتخطيطات والمجسمات لصحون طائرة تم تصميمها في حقبة النازية، وقد تم هروبهم إلى تلك الأراضي، وبالخصوص عدم العثور على جثة هتلر، والجثة التي كان يحتفظ بها الروس على أساس أنها جثة لهتلر اتضح بعد التحليل DNA أنها جثة لامرأة. وما زاد هذا اليقين أن الألمان قد هربوا إلى تلك الأراضي هو أن الاتحاد السوفيتي نفسه تعرض إلى نفس الهجوم، والقادة السوفيتي رووا ما رواه الأمريكيين، صحون تخرج من المحيط وتهاجم سفنة. إن كنت عزيز المشاهد تسأل عن رأي الدين في هذا الموضوع، أقول لك بأن ببساطة التناقض بين علماء الفيزياء هو نفسه موجود عند علماء الدين، فهناك من يقول أنه بالفعل هناك أكوان متوازية عديدة، وخير دليل على ذلك أن قول الله تعالى عندما قال والله يخلق ما لا تعلمون. في المقابل هناك علماء دين آخرون يقول بأن علماء الدين أو أوائل
فسروا تلك الآية في غير موضوعها، وأن هذه النظرية خاطئة ببساطة، لأن الإنسان خلق ليسود هذا العالم. وبالنسبة لهذه النظرية قد تكون هناك أكوان قد يكون الإنسان قد انقرض فيها أصلا، وهذا ما يدحض رأيهم حسب علماء الدين. ببساطة الخلاصة من هذا الفيديو عزيزي المشاهد هو أن كل شيء متغير، لا يوجد شيء ثابت في هذا الكون. قد تظهر نظرية وتظهر بعد النظرية أخرى تدحضها، وتظهر بعدها نظرية أخرى تدحض النظرية الثانية، وهكذا. الشيء الوحيد الثابت في هذا الكون هو التغيير. والخلاصة الثانية يا عزيزي المشاهد من هذا الفيديو هو أنك يجب أن تشترك في القناة وأن تضغط على زر اللايك إن أعجبك الفيديو، وتكتب لنا كومنتات جميلة عزيزي المشاهد على حسب أدبك، وإن لم يعجبك فأنت حر اكتب لنا في التعليقات الشيء الذي لم يعجبك لكي نحاول تصحيحه إن شاء الله، واضغط على زر الديسلايك فهذا شيء لا يقلقنا عن تعلم رأيك فقط عزيزي المشاهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمة واحدة.